أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معارض أهل المدارس جاءت في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي، وتم إقامة 58 معرضا رئيسيا على مستوى محافظات الجمهورية ضمن معارض أهل المدارس و 108 معارض فرعية، فضلا عن 32 شادرا و 84 قافلة على مستوى محافظات الجمهورية. بصراحة في كل حاجة، يعني معروض في كل ما بتطلبه، كل اللي انت عايزه للمدارس ممكن تاخده من هنا، يعني من 25 ل 30% أسعار بانخفاض عن بره، أسعار بره يعني. يعتبر أول معرض فتح في المحافظة القليوبية. هي الفكرة حلوة إن احنا كل حاجة هتلاقيها موجودة هنا، ودي حاجات تشرف والله، حاجات تشرف وتسعد الأسر. المعرض في دورته السادسة، المعرض بيضم خمس قطاعات رئيسية: قطاع الأدوات الكتابية، قطاع الملابس، قطاع الأحذية والشنط، قطاع الأغذية. كل سنة المعرض بيبقى أحسن من السنة اللي قبلها. المعرض بيضم 200-250 عرض، التاجر بياخد المكان في القاعة هنا من غير ما بيدفع قيمة إيجارية خالص، نظير إن بيقدم قيمة خصم. وفي نفس الوقت المعرض بيكون مشاركة ما بين وزارة التموين، وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية. لا، هو الحمد لله بالنسبة لأسعار الكشاكيل والكراسات مناسبة، تعتبر أحسن من بره، يعني تعتبر أحسن من بره في حاجة، في هي النسبة بين هنا وبين هنا بسيطة بس أحسن. دولة بتساعد، يعني هي بتساعد الناس على يعني يلبوا احتياجاتهم، بدل ما تخرج وتدور هنا وهنا وهنا، لا، يبقى المكان موحد، كل الأسعار حاجة موجودة فيه. المعرض ما شاء الله ممتاز، يعني كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة. شيء رائع انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد، ده حاجة كويسة جدا، يعني انك تلاقي كل سلعك متاحة في مكان واحد. انا شايف الأسعار كويسة جدا، يعني مقارنة ببره لا، أسعار كويسة جدا، يعني ما سبتش حاجة ما اشتريتهاش. والله بصراحة هي فكرة جميلة جدا، يعني حتى تحمي الناس من فكرة جشع التجار والناس اللي بره، يعني موضوع بره صعب قوي. لبس المدارس، الخامات جميله جدا، نفس خامه المدرسه. الشنط برضو اسعارها حلوه جدا، فانصح اي حد ينزل يجيب حاجه المدارس من هنا، لان اولياء الامور بصراحه الله يكون في عونهم. المعرض يعتبر اول معرض فتح في المحافظه القليوبيه، وطبعا المعرض زي ما حضرتك شايف الإقبال فيه كويس، مش بس كتب وكشاكيل، لا كمان في ملابس، الكوتشيات، طبعا وجود سلع استهلاكية زي الرز، زيت، سكر بأسعار منافسة. معرض حي جميلة جدا صراحة، وبالنسبة للأسعار مناسبة جدا لمستوى الأسر نظرا للغلاء اللي احنا فيه، ولكن الأسعار هنا جميلة جدا. المعرض السنة دي لا، عامل مبادرة كويسة جدا، والأسعار كويسة جدا، يعني بالمقارنة بتاعت أسعار بره لا كويسة. موفر كل حاجة، شنط، حاجات بتاعت المدارس، الأقلام، الكشاكيل، كل حاجة، كل حاجة، حتى اللبس كمان موفرينه. أحد معارض وزارة الداخلية، المعرض فتح أبوابه من 11 الصبح ل 11 بالليل. النهاردة بنعرض جميع مستلزمات البيت المصري بأسعار مخفضة، تبدأ من 25 لحد 40% من مستلزمات المدارس، من احتياجات الكوتشيات، الأحذية، الشنط، شاكيل، كراسي، مواد غذائية، سجاد، جميع السلع. والله يعني احنا بنشكر الدولة على المبادرة دي، لأن مبادرة بأمانة، يعني الأسعار فيها حلوة جداً، في متناول ايد اولياء الامور. وبعدين انا دخلت بامانه،
يعني فرق شاسع جامد بين بره وبين هنا. هو المعرض هنا حلو قوي ولقيت كل حاجه انا عايزاها. الاسعار كان عليها خصم كبير مقارنه بالمكان اللي بره يعني، وكل حاجه كانت جنب بعض، عرفت الاقي الاماكن بسهوله يعني. والمعرض جميل جدا. انا عرفته الصراحه من على الفيسبوك، فانا بحب دايما اجي معرض المدارس حتى لو بجيب حاجات من جنب البيت. بحب اجي هنا بيبقى فيه حاجات كتيره اكتر، الشنط بتبقى اشكال والوان، بتبقى الاسعار طبعا احسن بكتير من اي حته تانية، بيبقى الاختيارات اكتر يعني.